بيكم من جديد للناس اللي التحقت بينا توا على موجات راديو ميد. مازلنا مواصلين معكم حتى للتسعة متاع الصباح. مرحبا بيكم الناس الكل، ان شاء الله نهاركم زين ومبروك صباح الورد والفل. الناس اللي توا حلوا الراديو يسمعوا فينا مرحبا بيكم من جديد. توا وقيت بعد شويه كما تعرفوا انطلاقا من 8 واربع باش يكون ضيف البرايم، نحكيوا على الجبه التونسيه اللي تغزو العالميه. شنو هي الحكايه؟ بعد شويه في ضيف البرايم، لكن قبل هذا في اطار حق الرد تنضم لنا حاليا مباشره عبر الهاتف السيده سعاد عبد الرحيم شيخه مدينه تونس. سيده سعاد صباح النور ومرحبا بك معنا في على موجات راديو ميد. صباح الخيرات، صباح الياسمين، مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين. اهلا وسهلا بك مدام. هو مش في اطار حق الرد، ولكن هو احتراما لكم ولقناتكم ولمستمعيكم. فما بعض الاجابات ممكن التوضيحات حبينا نقدموها، لانه معلومات غالطه كومبليتمون تعديت في البلاتو نتاعكم، حبينا نجاوبوكم ونجاوبوكم بارقام معينه. فوالا هذا هو حق الرد راه مدام سعاد. البارح باش نوضح للمستمعين انه استانسنا ما ردوش، احنا استانسنا. شوف انه اذا احنا رانا لهين نخدموا، واللي يبني مش كما اللي يهد، اللي يبني لازم برشا طاقه وما عندوش وقت. حبيت يعني حبيت تقدم بعض المعطيات وتوضح بعض الارقام. تفضل مدام سعاد. للسادة المستمعين، لسكان العاصمة، لزوارها ولكل المستمعين. تفضل. أول حاجة فيما يخص الإرادة، الإرادة موجودة، وحبيت نحيي المجلس البلدي اللي احنا فريق كامل نعمل مع بعضنا. صحيح طبعا عندنا ثلاثة أشخاص يعرفوا رواحهم ويسميوا بعضهم وديجا هما يعرفوهم، اللي هما ممكن ما راقلهم مش نجاح بلدي تونس النسبي في المرحلة الحالية، واحنا توا عندنا مرحله جايه استحقاقات انتخابيه وكل واحد يبيع البطولات على ظهورات الاخرين. احنا نجاوبوا بالارقام وما نسمع معنيين باي استحقاق انتخاب. تفضل. خلينا ساعه فيما يخص العمل في بلديه تونس. بلديه تونس خضعت لرقابه من الهيئه العامه للرقابه اللي يسند اعداد للبلديات مقابل احترامها للقوانين وتسيير العمل البلدي. خذينا العدد نتاعنا، خذيناه اللي هو 78 على 100، وخذينا 10 على 10 في تحقيق الموارد للسنوات الفاتة. فبالتالي العمل موجود، وخذينا بمقتضى هذا منحة تقدر ب 4 مليارات لبلدية تونس. واحد دونك هذايا فيما يخص سير العمل. حاجة أخرى حبيت نقولها، اللي فما تقرير دائرة المحاسبات لسنة 2017 اللي تم فيه 68 نقطة تسمى نقائص أو إخلالات في بلدية تونس والتي تم رفعها تماما. تقرير دائرة المحاسبات ومنشور على الموقع نتاعنا ديغنييغمون، ما عنده شهر ولا شهرين، بعث لنا أنه تم رفع كل النقائص. عملنا عليها الحقيقة من 2017 من قبل ما نجيو احنا. الإدارة البلدية عملت على رفع هذه النقائص، وآخر تقرير لدائرة المحاسبات احنا 4 سنين هم مواكبيننا ومعانا، رفع كل النقائص هذه، وقعدت فقط نقطة اللي هي تحيين العقود للأملاك البلدية واللي متعهدة بها تفقدية البلدية. وتعرفي أنه تحيين العقود يقتضي أنه فما مقاضات وفما عديد الإشكاليات وتنحط عليها، ممكن ما عنديش برشا وقت نحكيو عليها اليوم. ولكن تم رفع 68 نقطة اعتذرت إخلالات أو نقائص تم رفعها، وعندنا تقرير في هذه. واضح. ثلاثة فيما يخص الأملاك البلدية، الأملاك البلدية والمشكلة سيكو يعرفوها المعلومة ولكن يعطيك معلومة مناقضة. في الأملاك البلدية مكننا من أن نتحصلوا على التمويل، وجبناه أحنا التمويل هذايا اللي هو يخص جارة رقمنة وتسنين الأملاك البلدية. نحب نقول لك اللي في المشروع هذايا ولأول مرة في تاريخ تونس يتم جارة كل الأملاك البلدية كلها، يتم حفظها الأوراق الشهيد الملكية اللي كان اللي لقينا حتى أوراق مناش قارين على قراءتها، عاوننا في هذايا المعهد نتاع المخطوطات هذاك والمعهد للأرشيف الوطني في قراءتها. دونك تم تسجيل 4850 تيتر برسم عقاري بما يقارب 15000 عقار سكني وتجاري محفوظين اليوم من الريزيرف بكليك، تعرف شنو اللي موجود. وتم عرض هذا في المجلس، وتم عرض هذايا في نقطه صحفيه، وتم عرض هذايا وموجود اليوم على الموقع
الويب لبلدية تونس، وهذا رانا قلناه وفخورين به، بمعنى أنه الجار في الأملاك البلدية اللي ما سارش في كاريرها كامل اليوم موجود، اليوم محفوظين، حفظناهم لأنه كانت من أول اهتماماتنا أنه نحفظوا الأملاك البلدية. سيدة سعاد، الأملاك هذه تم إحصائها وجردها لغاية استثمارها وإلا فقط هو مجرد تدوين؟ تبع فيها تسمع فيها جسبيرا؟ نسمع فيك. شوف الأملاك هذه باش يتم استثمارها يعني وإلا باش تبقى؟ هو البرنامج العمل هو في أجرد الرقمنة والاستثمار فيها. دونك هو بالطبيعة احنا توا في المرحلة الثالثة، اللي هو استغلالها وبالطبيعة تثمينها كما وردت في المشروع، هي تثمين الأملاك البلدية. خاطر بالنسبة للمواطن، سامحني باش نوقفك شوية. شوف المواطن التونسي كي نقوله بلدية تونس، يشوف العاصمة، يشوف الانتصاب الفوضوي، يشوف الأوساخ، يشوف البلفيدير، فهمت ولا البيسين كيفاش مدقدقة جوستومون، يعني المواطن خليها تجاوب بإيجاز لو سمحت. هذايا باش نمشيو منظومة الانتصاب الفوضوي في نقطة أخرى تنحكيو عليها لأنها موجودة كيف كيف. خليني نكمل فيما يخص هذوما. دونك اليوم الأملاك البلدية موجودة في رجستر نوميريك على موقع الويب، نجم تدخلوا له وتثبتوا فيه وتشوفوا كل الأرقام. وعملنا على هذايا، وهذايا تم نشره. فيما يخص نقطة أخرى اللي اتهام رئيس البلدية أن فما مصالح شخصية، أنا هنا نقول بالعكس، لأنه تصدينا لكل من حاول أن يعبث بالبلدية، تصدينا لكل تضارب المصالح، تصدينا للمصالح الذاتية للعدد قليل جدا. راني مش بالعكس، أنا ماني رقيت فريق بلدي متعاون متكامل نعمل في تناغم مستمر، إدارة مجلس. دونك هذايا راني نحب نثمن العلاقة هذايا اللي موجودة بيناتنا، احنا ديما نسميها العائلة البلدية. واضح. للاسف العائله البلدية نجم يكون واحد ما يروقلوش هذا. دونك ما عندناش حتى شيء، اذا كان فما مصلحه قولوا لنا عليها. احنا وصلنا كي نزرعوا شجره يجي يقول لك علاش زرعت الشجره هذيك غادي، لازم فما محابات، نبداو نبرروا معليه فما تضييع وقت، حدا تزرعها لونها غوز، لونك المفضل هذيك البوغانفيليه لونها غوز. دونك الحقيقه احنا هذا الكل ما نجاوبوش عليه، ولكن قاعدين نخدموا ونثنيوه في الركبه. واضح مدام سعاد. ملا عندي ليه عندي نقطة نحبك تجاوبني عليها لو سمحت مدام سعاد، لأنها أثارت برشا جدل في مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق في موضوع أي تفويت في مسبح البلفيدير ليوسف المساكن. والله العظيم لا نعرف منين جات الموضوع هذايا ولا كيفاش خطر إلى بعض الأذهان. شوف للأمانة فما زوج مقترحات كلام شفويا، علاش ما يتمش هذاك مركب رياضي. مقترحات من شكون؟ مقترحات جات من جزء من الناس، اسم تذكر عندكم انتم واسم اخر، جاوا جزء مقترحات شفويه في استغلاله كمركب رياضي، كما الناس كما قلوبنا وجعتنا الناس الكل، علاش قاعد مفيش راه مش طاور مسكنش احنا من قبل ما نجيو ب 20 سنه. طبعا مركب رياضي وليس مطعم معناتها. لا ما فماش منها الحكايه هذه. اذا نقول لك مركب رياضي يحافظ على طابقه، مقترح لجد دراسه، لجد مشروع مكتوب، لجد عملنا اجتماعات، لو قلنا هذه شراسه والا تفويت، ما فهمش بالكل. واضح. شكون تكلم قال هذه علاش ما يتمش استغلاله؟ باش يقعد عند البلديه المسبح؟ نعم. باش يقعد عند البلديه؟ خليني نكمل لك النقطه هذه. الوقت الحالي وما ربي سبحانه كل شيء بالحاضر، ويلت البارح فما جلسه صارت قبل البرنامج اللي ذكرتوه، جلسه صارت لانه البلديه لانسيت كونكور اركتكتورال. وقلت البارح تم معناها النظر في مختلف المقترحات، وجات سته مقترحات وتم اختيار مقترح، وتواصلت حتى مع السيد وزير الشباب والرياضه وعلمته اللي فما بعض النقاط علمته بهم وموجودين ومنشورين على الباج فيسبوك نتاع البلديه. شنو هو المقترح مدام سعاد؟ دونك البروسيسوس نتاعنا او البرنامج نتاعنا واللي احنا خديناه انه يتم استغلال المسبح البلدي من قبل البلديه. وهذا علاش توا لانسينا الكونكور في انتظار ايجاد التمويل اللازم باش يكون المشروع ان شاء الله يا ربي يتحقق على مستوى الواقع، اي هو هاجس لنا كان من اول اياماتنا اللي زرنا فيها البلفيدير. واضح مدام سعاد، مشكوره مدام سعاد. انا نسيتش نكمل لك نقطه اخرى اللي جبتوا حتى ناقشتوا فيها، توجور في بلفيدير. في بلفيدير ذكرتوا على اللوحه الفنيه اللي موجوده، اللوحه الفنيه احنا عاودنا الصوره نتاع بلفيدير.
اسكو نخليوها هي معلقه وبعد نحيوها. هي كانت نحات صحيح اللوحه الفنيه تحط دو كوتي محروسه من عند المقاول بحارس عند المقاول تبني الصور وبعد رجعت ركبت هيك موجوده. مدام سعاد تجيب بحذينا ان شاء الله تجيب بحذينا ان شاء الله ونحكيو باكثر تفاصيل على المواضيع هذه الكل. الفحص الزولوجيك انا نستدعاكم انكم تزوروه الفحص الزولوجيك واللي فيه مشروع كيف كيف نتاع توسعة في الايام المقبله يكون جاهز ونحبكم تشوفوه لان الفحص الزولوجيك كيف كيف رانا ما سلمناش فيه. دونك حبيت ناكد وانه اراده في البلدي وفي المجلس البلدي موجوده. شكرا لك شكرا لك شكرا لك مدام سعاد مرحبا بك بحذينا تجي ونناقشوا التفاصيل نتاع المواضيع هذه الكل في البلاتو نتاعنا. شكرا لك على التوضيح نتاعك سعاد عبد الرحيم شيخه مدينه تونس مشكوره مره اخرى. مواصلين معاكم في برايم تايم فاصل صغير وهنا راجعين نواصلوا الحديث معاكم. كما قلت لكم نحكيوا اليوم على الجبه التونسيه اللي شفناها في انحاء العالم.